متهمون أمام محكمة جنايات الجيزة حسب القضاء المصري بتهم تتعلق بالقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وإرهاب المواطنين. في الأثناء يشتعل فتيل المظاهرات في الجامعات المصرية، وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم من ضمنهم أستاذ بجامعة الأزهر وإمام مسجد، فيما أصيب ثمانية آخرون في حادث اصطدام لسيارتين وقع مساء أمس في محافظة المنيا بصعيد مصر. في جنوب افريقيا يواصل 10,000 من السكان وضع كليل الزهور واضاءة الشموع ترحما على روح الزعيم نيلسون مانديلا. في الاثناء اعلنت وزارة خارجية جنوب افريقيا ان 59 من قادة العالم من رؤساء ورؤساء حكومات اكدوا مشاركتهم في التأبين الرسمي وفي تشييع جنازة مانديلا، وسيتصدر قائمة الحاضرين لمراسم التأبين التي ستقام غدا الثلاثاء في ملعب جوهانسبورغ الرئيس الامريكي باراك اوباما والفرنسي فرانسوا ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وفي تونس أعلنت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي سيؤدي ابتداء من اليوم وغدا وبعد غد زيارة إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في تشييع جثمان الزعيم الراحل مانديلا. تجددت اليوم في